بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا lesson 3-4 أو الدرس الثالث والرابع من unit 10 من كتاب المعاصر، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا للفوكاب artifacts، artifacts يعني تحف أو مقتنيات فنية. Artifacts award، award يعني على علم أو مدرك. Beneficial، beneficial يعني مفيد. Beneficial. Dam سد أو يبني سد. Dam يعني سد أو يبني سد. Dedicated، dedicated يعني مخصص لي أو متفاني. Elaborate، elaborate يعني مركب أو متقن أو معقد. Elaborate متقن أو معقد. Emotional، emotional يعني عاطفي. Emotional. Essential، essential يعني جمهوري أو ضروري. Gateway، gateway يعني بوابة أو معبر. Healing، healing يعني الالتئام أو إبراء. Healing. Highlight، highlight يعني الجزء الأبرز أو يبرز كverb. Mausoleums، mausoleum يعني ضريح. Mausoleum، mausoleum يعني ضريح. Moving، moving يعني مؤثر أو محرك للمشاعر. Must see شيء لابد من رؤيته. Must see. Not to be missed، not to be missed لا يفوت. Not to be missed. Preserve، preserve يعني يحفظ أو يحنط. Preserve جاي منها الadjective preserved يعني محنط أو محفوظ. Well preserved يعني محفوظ أو محنط جيدا. Well worth يعني يستحق أو جدير به. Well worth. بالنسبة عندنا لي باقي الفوكاب. Absolute، absolute يعني مطلق أو كامل أو تام. Accessible، accessible متاح أو يمكن الوصول إليه. Accessible. Alleyway، alleyway يعني زقاق أو حارة. Alleyway. Approximately، approximately يعني تقريبا. Arrow، arrow يعني سهم. Arrow. Artifacts، artifacts يعني تحف أو مقتنيات. Aspects، aspects يعني مجالات أو مناحي. Aspects. Association، association يعني جمعية أو اتحاد. Authentic، authentic يعني حقيقة. Authentic يعني شيء حقيقي. Attraction، attraction يعني مكان جذب أو نقطة جذب. Locate يحدد موقع أو يضع. Locate. Maintain، maintain يعني يحافظ على. Maintain. Maze يعني متاهة. Medieval يعني عندنا هنا من العصور الوسطى. Maze يعني متاهة. Medieval يعني من العصور الوسطى. Medieval. Mysterious يعني غامض. Mysterious. Negotiate يعني يتفاوض. Negotiate. One third يعني ثلث. Open air يعني الهواء الطلق. Barred يعني استعراض أو مسيرة أو موكب. Barred. Passage يعني ممر أو دهليز. Passionate يعني شغوف أو مولة. Passionate. Beneath يعني أسفل أو تحت. Beneath. Captivate يعني يأسر أو يخلب أو لب. Captivate. Carved into بجمع حرف الجر into، ناخد بالنا. Carved into يعني منحوت إلى. Categorize يعني يصنف أو يضع في تصنيف. جاي من كلمة category يعني التصنيف نفسه. Championship اللي هو البطولة. Championship جاي منها champion فقط يعني بطل. Champion بطل رياضي. Champion لكن championship بطولة. Civilization يعني حضارة. Civilization. Coven يعني تابوت. Coven اللي هو التابوت. Coven. Collection يعني مجموعة. Collection. Craft يعني مهنة يدوية. Craft اللي هي craft. عندنا prehistoric يعني ما قبل التاريخ. Prehistoric. Priest يعني كاهن. Priest يعني كاهن أو قديس. Procession يعني موكب. Procession موكب. Promote يعني يروج أو يدعم. Rebuild
rebuild يعني يعيد بناء rebuild rebuild refreshing refreshing يعني منعش reviewer reviewer يعني ناقد أو مراجع royal يعني ملكي royal rule يعني يحكم كverb ruler الحاكم نفسه ruler. عندنا craft يعني مهنة يدوية craft deceiver deceiver يعني يفك شفرة ناخد بالنا من الفعل ده deceiver deceiver يعني يفك شفرة deceiver display يعني عرض أو يعرض enter interior يعني كامل enter entry entry يعني دخول entry essential يعني جوهري أو أساسي essential establish يعني ينشئ أو يوطد facilities facilities يعني امتيازات أو تسهيلات فاتيميد يعني فاطمي فاتيميد feel يعني شعور feel fiction يعني أعمال أدبية أو خيال finals finals يعني النهائيات front يعني واجهة front golden يعني ذهبي grand يعني مهيب أو كبير grand grand كبير أو مهيب hidden يعني مخفي hieroglyphics hieroglyphics يعني اللغة الهيروغرافية hieroglyphics initial initial يعني مبدئي initial intricate intricate يعني متشابك أو متداخل intricate intricate locally يعني محلي locally يعني محلي. عندنا ruler اللي هو الحاكم ruler scarcity scarcity يعني مخيف scene يعني مشهد scene يعني مشهد section section يعني قسم shopkeeper صاحب محل shopkeeper shy يعني خجول sight يعني مشهد أو حاسة البصر سايت سايتي إيه اللي هو الموقع spectacular يعني باهر أو مذهل spectacular يعني باهر أو مذهل spices يعني توابل survey يعني بحث استطلاعي أو يجري بحث استطلاعي talkative يعني ثرثار أو كثير الكلام talkative tour يعني يتجول أو جولة transfer يعني ينقل أو يحول transfer transport يعني ينقل أو النقل المواصلات ينقل أو النقل اسمها transport variety يعني التنوع أو التعددية variety willing يعني مستعد أو راغب لي willing wrapped يعني مؤلف أو مغلق wrapped عندنا wrapped يعني مغلف أو طبعا هنا ملفوف. بالنسبة للdefinitions عندنا dam اللي هو السد أو يسد نفسها لدام a special wall built across a river or stream to stop the water from flowing a special wall حائط مميز بني عبر النهر أو المجرى المائي تصطب ليوقف المياه from flowing التدفق especially in order to make a lake or produce electricity in order to لكي to make a lake نقوم بعمل بحيرة أو إنتاج الكهرباء dedicated مخصص made for or used for only one particular purpose made for يعني مصنوع لي أو used for أو يستخدم في one particular purpose غرض مميز elaborate مركب أو متقن أو معقد very complicated and detailed يعني معقد جدا and detailed ومفصل carefully prepared يعني معد جيدا and organized ومنظم gateway بوابة أو مبر a place through which you can go to reach another large place مكان ممكن من خلاله تعبر لمكان آخر highlight الجزء الأبرز أو يبرز the most important interesting or enjoyable part of something such as a holiday performance or sports competition أو مسابقة رياضية mausoleum اللي هو الضريح a large stone building يعني مبنى حجر كبير made specially to contain the body of a dead person صنع أو خصصة لاحتواء جسم ميت شخص ميت
or the dead bodies أو الأجساد الميتة of the important of an important family لعائلة هامة. moving مؤثر أو محرك للمشاعر making you feel strong emotions يجعلك تشعر بمشاعر قوية especially sadness خاصة الحزن or sympathy أو التعاطف. must see جدير بالرؤية something that's so good exciting or interesting يعني حاجة جيدة أو مثيرة أو شيقة that you think people should see يجب بتعتقد إن الناس يجب إن هي تراها highly recommended as worth seeing يعني بترشح إن هم يروها أو تستحق الإيه الرؤية أو المشاهدة. بالنسبة عندنا الإيه الإكسرسايز choose the correct answer from A B C أوردي هنختار الإجابة الصح. the high space helps to store and provides water for agricultural all زي للزراعة طول العام. طبعا هنا the high A small the high dam اللي هو السد العالي. السد العالي ساعد في تخزين وتوفير المياه للزراعة طول العام. the museum المتحف is well space visiting it contains rare artifacts طبعا the museum المتحف يستحق او جدير بالزيارة. طبعا هنا will worth يعني جدير بالزيارة. in 1899 two archaeologists found medieval Spain's crocodile mummies in البراجات. طبعا هنا well preserved يعني وجدوا او اتنين من علماء الاثار وجدوا موميز يعني هياكل لي او مومياء للكروكودايل محفوظة جيدة. طبعا هنا محفوظة جيدا اسمها will preserved. the film was really الفيلم كان ماله حقا. the girls believed the incident and started weeping. طبعا هنا البنات اعتقدت ان الانسيدنت الحادث اعتقد او سدات الحادث يعني and started weeping وبدأت في النوية. طبعا هنا moving يعني محرك للمشاعر او محزن يعني. when I visited خان الخليلي the space for me was getting some souvenirs for my friends the من اللي هيجيبهم the highlight for me يعني الجزء الابرز في الزيارة ان انا اجيب هدايا لاصدقائي. The archaeologists علماء الآثار have found wonderful space inside the royal tomb. وجدوا ايه بداخل المقبرة الملكية artifacts يعني ايه مشغولات يدوية artifacts. as a student كطالب all my time is space to my study كل وقت مكرس للمذاكرة dedicated يعني مكرس او متفاني في عمله للمذاكرة. The ancient Egyptians used a special way to space the dead bodies. طبعا القدماء المصريين استخدموا طريقة مميزة to preserve لحفظ الأجساد أو لتحنيط الأجساد الميتة. planning is space to achieving one's goal. planning التخطيط ضروري أو أساسي لتحقيق الهدف يبقى هنا essential يعني أساسي أو ضروري. the final match is an absolute space don't miss it is absolute a must an absolute must see يعني يجب رؤيته أو مشاهدته. this is a space digital system نظام رقمي that needs an expert to deal with it محتاج خبير للتعامل مع. طبعا هنا elaborate يعني متقن أو معقد. the Suez Canal is a major space to world trade the Suez Canal is a major gateway يعني بوابة للعالم أو للتجارة العالمية. it isn't the kind of event to be space everybody is careful to take part in it it isn't the kind of event to be missed يعني ان هو يفوتك ده مش من نوع اللي هو يفوتك. everybody is careful كل شخص حريص على المشاركة. a good citizen المواطن الصالح is a space of the changes that face their society is aware المواطن الصالح على وعي وإدراك بالتغيرات أو التحديات اللي بتواجه مجتمعه. I think coronavirus has a space the need to recognize the health
the healthcare sector in the whole world. طبعا هنا has to, طبعا الكورونا فيروس has highlighted the need, يعني أبرزت احتياج to recognize, للتعرف على الرعاية. طبعا هنا highlighted يعني أبرزت أو الجزء البارز في جائحة كورونا. following a good diet, اتباع نظام غذائي جيد, is surely space to your health, is surely beneficial, يعني مفيد. طبعا هنا مفيد لصحتك. The royal space was ready for the dead queen's funeral. The royal museum, يعني الضريح عندنا هنا الملكي على استعداد لجسد الملكة أو لجنازة الملكة الميتة. طبعا هنا museum. The mother's tears, دموع الأم, were so space that I myself started to cry, بدأت أنا نفسي أبكي. طبعا هنا moving يعني مؤثرة أو محركة للمشاعر. taking a complete يعني a complete test, يعني أخذ اختبار كامل, is an important part of the space process of the, طبعا هنا aspect process, aspect يعني مجال, ولا healing process, عملية الالتئام. طبعا هنا healing process, healing process. taking a complete rest, هنا rest مش test. taking a complete rest يعني أخذ قسط من الراحة. taking a complete rest يعني أخذ قسط من الراحة بالكامل. is an, طبعا هنا is an important part يعني جزء هام. is an important part of the healing process, من عملية الالتئام الجيدة. is طبعا هنا جزء من عملية الالتئام. طبعا هنا healing يعني التئام أو عملية التئام. The British Museum, المتحف البريطاني, is the most popular tourist attraction in London. طبعا مكان أو معلم جذب للسياح في لندن. Who is with the ancient Egyptian hieroglyphics, Champollion decoded them. طبعا Champollion فك الشفرة, يبقى هو deciphered. deciphered يعني فك شفرة الكتابة الهيروغليفية القديمة, يبقى هو DC there. We were spaced by the beauty of nature when we visited our village. طبعا هنا we captivated يعني أسرنا كده أو أسرتنا أو أجذبتنا اللي هي جمال الطبيعة في الريف. What is based me to visit the museum is my desire to see the wonderful mummies of kings and queens. What طبعا هنا inspires me to visit them, اللي ألهمني لزيارة المتحف. inspires يعني يلهم, لكن كونسبير يتآمر, respire طبعا هنا انقضاء, لكن كونسبير يتآمر على شخص. the tragedy, اللي هي tragedy أو المأساة, is one of the most famous authentic works by Picasso, الأعمال الحقيقية لبيكاسو. authentic is similar in meaning to genuine. genuine يعني حقيقي أو أصلي. genuine. thousands of people joined the space to celebrate the national day. طبعا هنا thousands of people joined the parade, اللي هو الموكب للاحتفال باليوم القومي. scientists have found out some space boots that are thousands of years ago. طبعا هنا prehistoric boots يعني ما قبل التاريخ, يعني أواني مما قبل التاريخ. prehistoric. I have no doubt that the document is a space copy of the original one. أنا ما عندي شك إن الدوكومنت ده is an, طبعا هنا authentic يعني حقيقي أو نسخة حقيقية للملف الأصلي. I got lost into the space of narrow streets of old Cairo, into the alleyway, يعني الزقاق أو مداخل في الشوارع الضيقة في القاهرة. I got a space promise, I got a space promise from him to join our team, but he said he needed to take his time. قال إنه عايز ياخد وقته. I got a, طبعا هنا elaborate, I got ولا initial promise يعني وعد مبدئي. طبعا هنا initial promise, خدت منه وعد مبدئي from him to join our team, انضم للفريق.
We hope Egypt will soon achieve progress in all the space of science and technology in all aspects في كل مجالات العلم. طبعا aspects مجالات أو نواحي العلم. It's known يعني معروف that death is a space fact. Everybody will die sooner or later. كل شخص سيموت عاجلا أم آجلا. طبعا هنا is absolute. Absolute يعني حقيقة مطلقة. This party of explorers have a space all over Africa. This party of explorers هذا الحزب من المستكشفون have turned toward all over Africa يعني تجولوا حول أفريقيا. Customers attitude. Customers attitude يعني اتجاه أو attitude يعني اتجاهاتهم. Have been space have been done made survive tour. طبعا هنا customers attitude يعني اتجاهاتهم. Have been surveyed يعني أجرى عليها بحث استطلاعي. طبعا attitude يعني توجهاتهم أو اتجاهاتهم. This shop هذا المحل customers according to their age بيصنفهم طبعا طبقا لأعمار. يبقى هنا categories. Cairo has a space network of railway. طبعا هنا Cairo has a interact network يعني شبكة نت متداخلة أو متشابكة. Interact. He was apprenticed to a space maker. He first trained how to cut wood. He was apprenticed يعني تدرب to a coffin maker. He first trained how to cut wood. طبعا coffin maker يعني صانع التوابيت. اتدرب على انه يكون صانع توابيت. He first trained اول مرة درب how to cut اول حاجة تعلمها ازاي يقطع الخشب. He sold the space farm to his neighbor and moved to the city. He sold the space farm. هو باع مزرعته to his neighbor لجاره and moved to the city وانتقل الى السيتي المدينة. يبقى he sold the entire farm يعني مزرعته بالكامل. Don't let day dreams لا تدع أحلام النهار space you to a world of unreal success إنها تقودك أو تقودك إلى نجاح غير حقيقي. طبعا هنا transport يعني تنقلك. President Sadat space Egypt for about 10 years. طبعا رئيس السادات قاد مصر لحوالي 10 سنوات. The Arabic zigzag translates as something like طبعا هنا الفيلم العربي zigzag طبعا as something like gateway. Gateway يعني بوابة كأنه كده كان بوابة أو زقاق. This is a valuable palace. دي قصر قيم. Palace that belongs to medieval architecture. Medieval يعني الأعمال الهندسية من العصور الوسطى. There is a space secret that no one of us is able to find out about. Why are things unclear? الأشياء غير واضحة بين mysteries. Mysteries يعني غامضة. He is the throne a prince. هو أمير العرش. He is a طبعا هنا royal يعني من الأسرة المالكة أو الملكية. Internship gives you space experience. Internship يعني فترة التدريب. المانيا بتديك خبرة عملية. Practical يعني عملية. In addition to the Egyptian flag بالإضافة للعلم المصري. A group of football fans raised the Palestinian flag to space their support of Palestine عشان يعرضهم أو يوضحهم دعمهم للقضية الفلسطينية. Palestinian issue طبعا هنا to display يعني يعرض أو يوضح. The space of the king moved towards the airport. اللي للملك اتجه الى الايربورت. The procession اللي هو موكب الملك اتجه الى الايربورت المطار. After long years of hard work بعد سنوات طويلة من العمل الجاد. Mr. Ayman is based himself as a good manager. طبعا هنا established يعني اسس نفسه او رسخ نفسه كمدير جيد.
A space is something that's so good, exciting or interesting that you think people should see it. طبعا هنا a highlight يعني مفروض ولا must say that's good, exciting, مثير or interesting that you think should see. طبعا هنا must see. A space means making you feel strong emotions يعني مشاعر قوية, especially sadness خاصة الحزن, or sympathy اللي هي moving محرك للمشاعر. A space is a large one building made especially to contain the body of a dead person يحتوي على جسم الميت, or the dead bodies of an important family أو أجساد مدى للعائلة الهامة. طبعا هنا mausoleum اللي هو الضريح. As this is the most important, interesting, or enjoyable part of something such as holiday performance or sports competitions. طبعا هنا بيحتوي شيء هام, يبقى هنا ايه دام enjoyable something. طبعا هنا highlight يعني جزء البارز او الابرز. Space means very complicated معقد جدا, and detailed مفصل. Carefully prepared يعني معد جيدا, and organized اللي هو طبعا elaborate يعني متقن او متقن او معقد جدا. A space is a place, مكان, through which you can go to reach another larger place, تصل لمكان آخر. طبعا اللي هو توصل منه لمكان اللي هو البوابة gateway. A space means made for or used for only one particular purpose, لغرض واحد فقط. طبعا اللي هو بنسميه dedicated يعني مخصص dedicated. A space is a special way built across a river يبنى عبر النهر, or a stream مجرى مائي, to stop the water from flowing اللي هو الدام السد. ومن هنا وصلنا لنهاية الجزء الخاص بالفوكاب, وانتظرونا مع vocabulary study, والسلام عليكم ورحمة الله.